إنتاج المسلم الأمازيغي. لا تنسوا الاشتراك في قناة المسلم الأمازيغي والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا معكم في برنامجكم حكايات أبي خالد. أحسنتم. هذه الحلقة سوف أحدثكم عن موضوع مهم جدا فيما يتعلق بالرفق بالحيوان. النبي صلى الله عليه وسلم مرة يقول عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأردفني دابته، أركبني في الدابة دياله، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده الجمال، عنده النوق، عنده البغال، عنده الحمير صلى الله عليه وسلم. فقال: أردفني صلى الله عليه وسلم وحدثني حديثا، أسرني حديثا لا أحدث به أحدا من الناس. هذا الصحابي اسمه عبد الله بن جعفر، قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، أسرني حديثا. هذا اسمه سر. عقله ولا السر؟ السر كيتقال للناس؟ لا ما كيتقالش لحد الآن. ما عرفناش حنا أشنو قال الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا جعفر بن سيدنا عبد الله بن جعفر، ما عرفناش إيش قال ليه. هذاك سير صافي، ما كيتقالش. فكان عارفه بأن السر ما كيتقالش. إذن فقال لك عبد الله بن جعفر غادي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي حاجته، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا بغى يقضي حاجته أنه كيمشي لشي مكان يكون مخبي بحال شي بلاصة فيها نخل ملتف ما كيبينش. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا، والحائط هو البستان، الحائط هو البستان. دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا للصلاة والسلام، وهذا الحائط فيه جمل. فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم حن إليه وذرفت عيناه وبكى حنينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الجمل فبدأ يمسح صلى الله عليه وسلم ذرفاه. تيمسح ليه النبي صلى الله عليه وسلم، جيت ودني وكيمسو ويمسح ليه صلى الله عليه وسلم ذاك الدموع، حتى سكت الجمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رب هذا الجمل؟ شكون هو مول هذا الجمل؟ فقال فتى من الأنصار: أنا رسول الله، إنه لي ديالي ذاك الجمل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه شكى لي أنك تجيعه، تجوع وتعذبه، كتعذبه وكتجوعه، ما كتعطيش الطعام وكتعذبه بزاف، كيهز به الثقل وكتعذبه. ألا تتقي الله في هذه البهيمة؟ واش ما تتقيش الله في هذه البهيمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كيعلمنا أننا نكونوا كنرحموا المخلوقات، لأن الله قال في القرآن الكريم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أحسنتم. مرة من المرات يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فتركنا النبي صلى الله عليه وسلم وذهب لقضاء حاجته وخلنا، فرأينا حمرة مع صغارها. حمرة هي عصفور، واحد العصفور، حمرة مع صغارها في واحد العش. فأخذنا صغارها، الزين الفرخ ديالها، فجعلت تفرش، بدات مسكينة تضرب بالريش. أحسنت، كتضرب بالريش، كتضرب بالريش وكتصدر الصوت ديالها كأنها تفزعات ياك، وتخلعات في الصغار ديالها مسكينة، وما هزوا ليها. خاف الدوم، لا هزوهم ليها، وهي مسكينة كتنقز من هنا تنقز من هاد الشجرة تمشي من هاد الشجرة، وجعلت تفرش. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: من فجع هذه في صغارها؟ شكون اللي خلع هذه في الصغار ديالها وخلعها؟ فقالوا لي: احنا يا رسول الله. قال: ردوا الى صغارها. وخصمهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ردوا لها الصغار ديالها، ما تدوش لها صغارها. وما ردوا لها الصغار ديالها وسكتات. فواحد الحديث كيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فرق بين الام وولدها فرق الله بينه وبين احبابه يوم القيامه. لا يجوز انكم تمشوا عند شي عصفوره
عند الفراخ مسكينه في العش صغار كتجيب لهم ماكله وتشدهم وتحيدهم ليها صغيرين وفرحانين بهم وتشدهم تلعبوا بهم. هذا لا يجوز، ما ديروهاش، لان الانسان خصو يكون فيه الرحمه. وكذلك من الامور اللي قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذا الحديث، قال ووجد النبي صلى الله عليه وسلم رأى قريه نمل قد حرقناها، حرقت واحد القريه يعني واحد المسكن ديال النمل، شعلوا فيه العافيه، شعلوا فيه النار، كنقولوا بالدارجه المغربيه العافيه، شعلوا فيه النار تحرقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حرق هذه؟ شكون اللي حرق هادو؟ فقال قوم من الانصار نحن يا رسول الله حنا. فقال صلى الله عليه وسلم انه لا يعذب بالنار الا رب النار. ما كاين حتى شي واحد كيقدر انه ممكن يحرق شي واحد، يحرق شي معبود، يحرق شي مخلوق اللي بغيت نقول. ما يمكنش نحرقوا الحيوانات، ما يمكنش نحرقوا الانسان، ما يمكنش نحرقوا، لان الذي يعني يعذب بالنار هو رب النار سبحانه وتعالى. اذا الانسان ينبغي له ان يكون رحيما وان يكون رفيقا بالحيوانات. تخيلوا معي مره جمل من الجمال، كان النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع الصحابه مره، فجاء قوم من الانصار يشكون للنبي صلى الله عليه وسلم واحد الجمل عندهم. قالوا يا رسول الله عندنا واحد الجمل واعر ما خلاناش اننا نسقيو به، وحسوا وكنحشروا عطشنا وعطشوا البهايم وكذا وما خلاناش نسقيو به. غضبان داك الجمل مقلق، الى قرر البري شي واحد ممكن يقتلوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه قوموا، قال لهم قوموا معي. وما نضوق الصحابه اللي كانوا جالسين معاه، ثم ذهبوا الى هذاك البستان، ديك البلاصه فين كاين داك الجمل. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم باتجاه ذلك الجمل، فقالوا الصحابه رضي الله عنهم يا رسول الله ما تمشيش عنده، راه هو بحال الكلب المسعور، ما تمشيش يقدر يقتلك، ما تمشيش عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتجه عنده، فجعل هذا الجمل بركه بركه بركبتيه، ثم انحنى في الارض، ثم وضع راسه كانه ساجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث سجد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتبت. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اعطوني الخطاب، اعطوني الجام، فاعطوه الخطاب، فجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم دار له ذاك الحبل، ثم اعطاه الاهل اصحابه، وقال لهم بان هذا الجمل شكا لي بانكم كتعذبوا اكثر من القياس، وبانكم كتهزوا عليه بزاف، وبانكم كتعذبوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان الحيوانات يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال في واحد الحديث لما قالوا لي هادو، لان هادو قالوا لي يا رسول الله هذا بهيمه جمل سجد لك، نحن احق بذلك اننا نسجد لك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انه لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت الزوجه ان تسجد لزوجها تعظيما لحقه، فلا نسجد نحن الا لله سبحانه وتعالى. لكن هذه الحيوانات عظموا ابطل النبي صلى الله عليه وسلم. فواحد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه رضي الله عنه ما من دابه الا ويعلمون اني رسول الله الا عصاه الانس والجن. هذه الحيوانات كاملين يعلمون اني رسول الله الا عصاه الانس والجن، بل حتى بعض الاشجار كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الاحجار كيقول النبي صلى الله عليه وسلم كاين شي اشجار وشي احجار كان عارفهم في مكه كانوا يقولون لي السلام عليك يا رسول الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بالحيوانات، وكان حتى الجمادات يحبونه صلى الله عليه وسلم. مره كان يخطب فوق جذع نخله، دائما جذع ديال النخله كيطلع فوق منه النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب في الناس. فجاءت امراه قالت يا رسول الله واش ممكن انني نصنع لك واحد المنبر ديال الخشب النجار؟ فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فصنعت له منبرا عند النجار، فجيء به فوضع هذا المنبر قريبا من جذع النخلة. فلما جاء الوقت فاش غادي يخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس صعد المنبر، فلما صعد المنبر قالوا فسمعنا بكاء كبكاء الصبي، ولد صغير كيبكي، فإذا به الجذع جذع النخلة هو الذي يبكي شوقا إلى أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وذهب إلى الجذع ثم ضمه إليه حتى سكن. سكت النبي صلى الله عليه وسلم، سكت هو، يسكت وتسكت. شوفوا كيفاش الجمادات كيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكيفاش النبي صلى الله عليه وسلم كيرفق
بالحيوانات وبالجمادات، حتى الجبل أحد قال جبل يحبني وأحبه، جبل أحد جبل يحبنا ونحبه، كيحب الجمال، كيحب الحيوانات، كيحب العصافير. آه لذلك خصنا حتى حنا نكون فينا الرحمة وتكون فينا حب الحيوانات ونحب بعضياتنا ونكون فينا الرفق وتكون فينا الرفق. فهذا الحلقة حلقة ديال حب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الرفق بالحيوانات. أحسنتم، صلى الله تعالى أن ينفعني وإياكم بهذا، ونلتقي في حلقة أخرى من حلقات برنامج حكايات عمي خالد. أحسنتم، السلام عليكم ورحمة الله. إنتاج المسلم الأمازيغي. لا تنسوا الاشتراك في قناة المسلم الأمازيغي والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد.